يعني انا كل شويه هفتح التليفون علشان برضو الناس مهم جدا يكون يعني اشراك الناس معانا متعب مهم جدا، والحقيقه ما بين هنا وما بين هنا طبعا. طيب ارائهم مهمه جدا كمان يا كابتن اسلام. نعم؟ ارائهم مهمه جدا طبعًا، لان انت طبعًا بتحس بنبض الناس سواء عن طريق المسجات اللي بتجي لك او عن طريق انك تقابلهم في الشارع، بتعرف انت واصل لحد طبعًا فين. بتعلم، باخد بنصايحهم وبتعلم. لو في واحد بيكلمني يقول لي يا عماد لا قلل من حركه ايدك في الاستوديوهات، بقلل، حاول تبقى اهدى، الحاجات دي كلها بستفيد. حتى دلوقتي بتسمع؟ بسمع، انا بسمع طول عمري. طيب، وبما انك عايز تسمع خلينا نسمع برضو، وبعدين لما نرجع هقول لكم ده مين. نسمع ونرجع نكمل. تأخرت بحثا عن كلمات تليق بك، فوجدت أن حبك لا تقدره عباراتي. الرقم 10 ويام أضاق الخصوم الخيبة والحسرة، إنه عماد متعب يا سادة النجم الكبير أبو تمارة. العمدة عماد أقولها لك وبالصوت العالي، ارفع راسك وامسح همك، خلي بالك من نفسك، انسى وارمي الهموم ورا ظهرك. ولو في يوم الكرة غدرت بيك، افتكر انه ربنا جنبك وهيحميك. لو في يوم وقعت يا عمدة، ما تبصش على اللي بيضحك، شوف الايدين اللي هتتمد، شوف العيون اللي هتساعدك. فكر في اللي بيحبوك وعمرهم ما هينسوك، الماضي خلاص راح وانساه. ما تفكرش انه حلمك تاه، دي الشمس لو غابت يوم هتيجي تاني تنور الكون، هتيجي معاها حلم جديد، هيجي الحلم يدق بابك. دي الابتسامة، دي الابتسامة منك تشفينا، والدمعة اللي في عينيك تبكينا، قلوبنا بتدعيلك. فين مش هنسيبك، ومهما الناس تقول هتفضل في قلوبنا على طول. العمدة عماد نجم الكرة المصرية، عماد متعب سيبقى في قلوبنا وفي ذاكرتنا الصورة، ونجم كبيرة في كرة القدم العربية والمصرية. لا ما تجوش عليا انا، يعني ده مش محتاجين انا في حاجه. لا دي عايز اقول لك والله هشام معمر طبعا بالظبط، يعني انا نفسي اوصل له عشان اكلمه واشكره. يعني نفسي يبقى اعرف اي طريقه تواصل ليه، يعني سواء تليفونه او اي حاجه. لو يا ريت يا ريت بعد اذنكم لو حد يقدر يجيب لي رقم تليفونه، لان يمكن من اهم واجمل الكلام اللي انا سمعته في حياتي من يوم ما لعبت كوره لحد وقتنا هذا. بشكره طبعا، لان كلام طالع من القلب وواصل لي وبيشرح كل الحاجات اللي انا مريت بيها. انا بشكره بشكل كبير جدا، ولو قعدت اشكره سنوات طويله على الكلام ده، لان الكلام ده بالنسبه لي مهم جدا جدا جدا، ومن الحاجات اللي بتاثر فيا كل ما بسمعها. عماد بلبيس اخبارها ايه؟ شرقيه. يعني انا عارف